كده تقدم نخلص العزاء لأهلي في سوهاج وكل أسرة الرياضة في سوهاج ومصر في وفاة الكابتن هشام أبو حديد، أفضل مدير إداري ومدير كورة اشتغل في نادي سوهاج. رحمة الله على الكابتن هشام أبو حديد، وربنا الله يرحمه. يتغمده بالرحمة ويصبر أهله. كان صديقا عزيزا وكان رجلا محترما. أشهد أمام الله إن الكابتن هشام أبو حديد كان من أفضل الناس اللي عرفتهم، وكان راجل جدع وكان راجل أمين، وعرفته وهو مدير كورة وإداري كبير، وكان عاشق لبلدنا سوهاج، وكان لاعب متميز وله اسمه وله تاريخه. ويمكن يعني صديق الكابتن أسامة العارف الحكم الدولي المتميز السابق، أخونا العزيز، يعني أنا قريت النعي اللي هو عامله على صفحته لوفاة الكابتن هشام أبو حديد، وبقول له يا كابتن أسامة عزائي لك ولأسرة الرياضة في سوهاج ولكل الناس في سوهاج ونادي سوهاج وكل الناس والله، لأن هشام كان حبيب وغالي وكان راجل محترم ودائم السؤال عليا. رحمة الله على الكابتن هشام أبو حديد، وربنا يتغمده بالرحمة ويجعل أول ليلة في قبره روضة من رياض الجنة، ويثبته عند السؤال ويتجاوز عن سيئاته ويجعله من أهل الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.